السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثالثة. اليوم نبدي محاضرتنا الثانية في موضوع هندسة المرور. المحاضرة الأولى تناولنا بها تعريف مبسط لمعنى هندسة المرور والنماذج الخاصة به، وقلنا أنه ممكن هاي النماذج تقسم إلى نوعين نماذج حتى نتعامل مع تيار المرور: نماذج جمالية اللي هي الميكروسكوبك موديل، ونماذج عينية الميكروسكوبك موديل. وقلنا أن النموذج الإجمالي يتناول كل تيار المرور ويتضمن تناول الفوليوم والسبيد والدينسيتي والعلاقة بينهما. وتناولنا في حديثنا السابق التعريفات ومصطلحات تخص الفوليوم وطريقة حسابه وإحصائه. في اليوم راح ناخذ طرق إحصاء وحساب الفوليوم من خلال الموقع أو في الطريق. هنالك عندنا طريقتين رئيسية، هي طريقة المانوال كونتينج كونت، واللي تتمثل لي بعملية إحصاء يدوية يقوم بها الشخص. الأساسي في هذا العملية هو شخص، هذا الشخص يسمى بالأوبزيرفر، يسمى بالأوبزيرفر أو الملاحظ أو المشاهد، هو اللي يتولى عملية مشاهدة وإحصاء المركبات الموجودة في الطريق، لكن تتم بمساعدة أدوات مساعدة. وهنالك هذه الأدوات المساعدة أو من ضمنها طريقة التليشيت. التليشيت هي عبارة عن ورقة، هذه الورقة مجدولة مثبت بها معلومات معينة يتم من خلالها الملاحظ تسجيل فد تيك مارك تشبه عملية التسجيل في الانتخابات، حتى في حالة عبور أي مركبة من مقطع الطريق المحدد. ونحتاج في هذه الطريقة إلى ساعة أو ستوب ووتش حتى نحدد الفترة أو الانترفال اللي يتم فيها عملية الحساب. الطريقة الأخرى هي طريقة الميكانيكال كونتينج بورد. هنا أنا بدل ما تكون عندي ورقة مجدولة راح تكون عندي فد بورد ميكانيكي، يحتوي هذا البورد على عدادات، كل عداد بلون معين عند مرور أي مركبة أو شنو أنت تريد تسوي التصنيف، تريد مركبات حسب أنواعها. راح تجي إذا فرضا أنت تريد تحسبها فقط المركبات الصغيرة، كل ما تمر مركبة صغيرة راح تضغط على هذا العداد فراح يسجن المركبة اللي مرت. طبعا هاي تعتمد عملية الإحصاء هنا على عدد الأزرار الموجودة، يعني كل ما زاد أنا عندي عدد الأزرار كل ما كان بإمكاني أن أسوي عملية إحصاء مختلفة. يعني ممكن أسوي مثل ما قلنا إحصاء لأنواع المركبات، ممكن أسوي إحصاء للمركبات في الممرات المختلفة، كل ممر على حدة. وإضافة إلى هذا هاي اللوح الميكانيكي احتياجي أنا راح أحتاج إلى ساعة توقيت حتى تقيس لي الفترة اللي أريدها. هذا هو العداد الميكانيكي، وهي هنا الأزرار الموجودة به. يعني هنا مثل ما نلاحظ عندنا 12 زر، إذا إحنا ممكن نسوي 12 عملية تصنيف للمركبات. الطريق البعده لوح الكتروني. هنا شوية يختلف عن اللوح الميكانيكي، هنا هذا اللوح هو يعمل بالباتري، أصغر من الميكانيكال كونتينج، يتميز بأنه هو يشبه طبعا، لكن باختلاف مهم أنه هو بما هو أخف أكثر دقة وأسهل في عملية الحمل. إذا هو أخف أكثر دقة وأسهل في عملية الحمل، إضافة إلى ذلك هو يحتوي على ساعة داخلية فتغنينا عن استخدام ساعة أخرى حتى يفصل لنا فترات العد. ممكن هو كذلك يحتوي على تفصيل أو خلاصة الداتا اللي حصلت عليها، اللي ممكن أنه أنت تربطها بالكمبيوتر وبالتالي راح تحفظ المعلومات والداتا اللي حصلت عليها. هذا هو اللوح الإلكتروني، يعني نوع من أنواع اللوح الإلكتروني. حتى أبدي في عملية العد اليدوي راح أحتاج ثلاث خطوات رئيسية طبعا، وهاي الخطوات الرئيسية مرتبة بحسب التسلسل. بالبداية عملية التهيئة.
عملية التهيئة شنو تتضمن؟ تتضمن انه انت تحدد شنو الجهاز او الاداة اللي راح تستخدمها. يعني احنا عندنا ثلاث طرق، اما طريقة التليشيت او البورد الميكانيكي او البورد الالكتروني. طبعا انت راح تحدد الطريقة بحسب توفر هذا الشيء الموجود عندك، يعني انت موجود عندك بورد ميكانيكي او الكتروني او يدوي. بعدها راح تبدي تشوف ايضا قد عدد الملاحظين اللي تحتاجهم. مثلا اذا هو مقطع طريق ممكن انه انت تكتفي بملاحظ واحد، لكن مثلا اذا انت يجوز حتى بنفس هذا مقطع الطريق تحتاج الى اكثر من تصنيف معين، مثلا راح يكون ملاحظ يهتم به، لان اذا كان مثلا عندك حجم المرور عالي ملاحظ يهتم بالمركبات الصغيره، راح يكون هو عليه تسجيل فقط المركبات الصغيره، مثلا يجي ملاحظ ثاني لا يسجل المركبات الكبيره، او انه مثلا اذا كانت عندك انعطافات انه شخص يهتم بمركبات انعطاف نحو اليمين والآخر نحو اليسار مثلا والآخر نحو الأمام، حتى شنو يصير عندنا؟ يصير عندنا دقة بالمعلومات، ما تفوته تسجيل أي مركبة. طبعا هاي الورقة المجدولة قبل لا تروح للموقع، وبعد ما قلنا انه مثلا لو فرضا انه انت خذت شيت او حتى لو استخدمت اللوح الميكانيكي او اللوح الالكتروني لازم تكون فد مثبت فد معلومات مهمة بالموقع. مثلا لازم تكون مثبت هذه المنطقة اللي انت جاي تشتغل بيها وين، يعني هسه مثلا اذا احنا ناخذ طريق في داخل الجامعة راح نثبت المنطقة اللي هي قرمة علي، مثلا لو اخذنا طريق المتجه باتجاه كلية الهندسة راح نقول هذا طريق متجه بكلية الهندسة. التاريخ، تاريخ اليوم مثلا لو نقول احنا بالنسبة ان نقول راح نطلع في يوم 15/12/2020، الوقت في اي ساعة، الساعة مثلا 8 الى 10 او من 10 الى 12 وهكذا، لان هاي مهمة، وظروف الجوية بهذاك اليوم، هذا شنو مشمس ضباب ممطر أتربة، هاي كلها مهمة لأن كل هاي العوامل ممكن تأثر في عملية العد. بعد ما حددنا هاي المعلومات لازم نختار موقع المناسب اللي يوقف بالملاحظ حتى يسجل. لازم يكون هذا الملاحظ بوضوح رؤية للترافيك، يشوف الترافيك بصورة واضحة عنده، يعني ما راح يحتاج وقت انه توصل المركبة قريبة جدا منك ليسجلها، لان ممكن هاي المركبات تتحرك وبالتالي انه ما راح يقدر يسجلها، فلازم هو مكان واضح يميزها ويميز وين جاي تتجه، مثلا حركات الانعطاف لها الخاصة، او يفضل ان يكون هو مكان مرتفع حتى تكون مدى الرؤية واضح. اضافة الى ذلك يجب ان يكون مكان امن، يعني ما يجي يوقف الملاحظ في حافة الطريق ويكون يتعرض الى خطر الاصابة بالنسبة للمركبات. مهمة انه يكون حتى مو مجرد انه موقعه مثلا هذه بالفوليوم مو اشكالية انه هو يجي يحسب عدد مركبات، لكن بالسرعة يجب ان يكون موقعه بعيد، يعني في مكان مرتفع. حتى ليش؟ لأن حتى المركبة ما تجي من تشوفها، مثلا لو كانت هذه المركبات مثلا مركبات أجرة، هو من راح تشوفه واقف على حافة الطريق راح تتصوره أنه هذا الشخص هو يريد سيارة أجرة، فش راح يسوي السائق؟ راح يخفف سرعته ويوقف. هنا الداتا اللي راح يجمعها راح تكون داتا غير مجدية لأن هي غير حقيقية، فلازم يكون الشخص في موقع متكنا من الرؤية الواضحة محقق أمان وما يأثر غير مشاهد أو مرئي، يعني بصورة واضحة بالنسبة للسائق. بعض الأحيان مثل ما قلنا سائق الإجراء، أو في بعض الأحيان وهذا موجود جدا عندنا هي حالة الفضول، يعني من يشوفون شخص وكاذ بيده ورقة وجاي يسجل السيارات كلها يصير عنده حالته، فتشوفه دائما يقلل سرعته، فهنا نتأثر علينا في قراءات السرعة. بعدها النقطة الثالثة هو راح يسجل ملاحظاته عن الموقع، شنو الملاحظات اللي ممكن ان يكون شاهدها خلال الموقع، ويبدي عملية العد. ومثل ما قلنا انه بحسب الطريقة اللي اخذها، مثلا اذا ورقة التليشيت راح يسجل خط يشبه عملية الانتخابات، اذا كانت لوح ميكاني يضغط على الزر، واذا الكتروني ايضا راح يضغط على ازرار معينة ويسجل لنا الداتا.
الطريقه هذه ثلاث طرق شرحناها، هي تقع ضمن طريقه رئيسيه اللي سميناها مانوال كونت ميثود. من اسمها مانوال، اذا هي طريقه يدويه مثل ما قلنا انه تعتمد بصوره اساسيه على اليمن على الملاحظ. قبل لا نبدي بالطريقه الاخرى ننتبه الى شغله، انه الطريقه اليدويه هي تعتمد على، حتى بما انه هي تعتمد على اشخاص، فانه هي يفترض ان تكون في فترات عد صغيره. يعني كيف في فترات عد صغيره؟ انت ما تقدر تعتمد على اشخاص، لان احنا اعتيادي هذا الشخص الملاحظ. لو فرضا انه انا احتاج عد لمده ايام او حتى لليوم لمده 24 ساعه، ما راح يجي هذا الشخص الاوبزيرفر يقدر يوقف لمده 24 ساعه، ماكو هيك شخص. فاذا راح يتقسم الى فترات، من راح اتقسم الى فترات وراح اجيب فريق من كل فتره، فريق راح يتبدل، معناها انها راح تكون كلفه اقتصاديه عاليه. يعني ممكن انه هذا الاوبزيرفر ممكن يوقف ساعتين، ممكن 3 ساعات، لكن اكثر من هذه الفتره راح تكون صعبه عليه. فاذا هيجي انا احتاج الى اليوم ثمان اشخاص لعمليه عد بسيطه لطريق بسيطه. ما اذا كان كل ما يتعقد الحجم المروري راح احتاج الى عدد ملاحظين اكبر، بالتالي راح تكون غير اقتصاديه. فاذا هي مرتبطه بفترات العد الصغيره. ممكن أفضل مثال لفترة العد اليدوية هي تحديد ساعة البيك أور، يعني تشخيصها بالضبط. مثلا خلني نقول أنه إحنا ذكرنا هذا المثال سابقا، مثلا في طريق الدخول للجامعة، أنه أنا عندي فترة طلب، أنتوا كطلبة اختلفتوا أو أنت تحتاج بدراستك تبين أكو سؤال اختلاف، أي نقطة أي ساعة بالضبط هي تكون ساعة البيك أور. فهنا أنا مثل ما قلنا راح ناخذ فترة قبلها، يعني مثلا خلينا نقول من 7:30 للـ9:30 أو ممكن من 7 للـ10. فهذه الفترة راح أقسم الفترة العد إلى كل ساعة إلى ربع ساعة، وبالتالي راح يصير عندي عدد فترات معينة. هنا أنا من يصير عندي هاي عدد الفترات راح توضح لي بالضبط ساعة البيك أور. بهاي الطريقة أستخدم فترة العد اليدوي. طبعا فترة العد اليدوي مهمة أيضا في نقطة، أنتوا إن تحتاج تصنيف المركبات راح تكون هي الطريقة الأكثر توفيق وأهم، ومن خلالها تقدر توجد تصنيف للمركبات. هسه راح نشوفها من راح ندرس بقية الطرق، الطريقة الأخرى اللي هي الطريقة الأوتوماتيكية. يعني هنا أنا من اسمها هذه الطريقة معناها هي تعتمد على جمع داتا مو بواسطة أجهزة معينة، يعني ما الملاحظ مو شيء أساسي فيها، يعني ماكو فد ملاحظ أساسي، وإنما هنالك أجهزة تنصب وبالتالي راح أجمع الداتا. من بما أنه هي طريقة أوتوماتيكية هذه تستخدم عادة لجمع داتا بيانات كبيرة. مثلا أنا أريد أجمع بيانات اليوم كامل لمدة 24 ساعة، أو أريد أجمع بيانات لمدة أسبوع أو شهر أو حتى ممكن سنة، فبهذه راح نستخدم الطريقة الأوتوماتيكية. هذه نفسها الطريقة الأوتوماتيكية بها عدة طرق. الطريقة الأولى هي طريقة العدادات المحمولة. العداد المحمول هو مثل ما قلنا يخدم طريقة هي أو غرض يشبه طريقة المانوال كونت. إحنا نفس الشيء، احنا الهدف الاساسي هو انه نحسب عدد مركبات، لكن هنا اختلاف بالطريقه. بدل ما يكون الاساسي هو اوبزرفر ملاحظ، راح يكون الاساسي هنا عندنا فد تيوب هوائي راح يوضع في الطريق. هذا التيوب الهوائي من يوضع في الطريق ومربوط في مسجل، يسجل لي هذا هو التيوب الهوائي، وهنا أنا أكون مسجل. من يمر الإطار الأمامي للمركبة راح يحدث لي فد نبضة معينة ترسل إشارة إلى المسجل أنه أكو مركبة مرت، فراح يسجلها. الاختلاف بينه وبين، قبل لا ندخل في الطريقة الثانية، الاختلاف بينه وبين الطريقة الأولى أنه هذا الأنبوب الهوائي ما راح يمكننا
لان من تصنيف المركبات هذا مو شخص ملاحظ، هذا هو راح يسجل كل اطار مركبه اماميه مرات راح يثبتها، لكن ما يسوي تصنيف للمركبات. حتى اعتمد هاي الطريقه هنا أنا راح تصير الاستياب اللي راح استخدمها شويه راح تختلف عن الاستياب في طريقه العد الميكانيكي، و راح نشرحها ان شاء الله بالتفصيل. بس خلينا ناخذ الطريقه الثانيه، طريقه الفيديو تاب. الفيديو تاب هو انه انا راح اخلي كاميرات، هاي الكاميرات راح تسجل لي الموقع، وبها هذه ساعه ديجيتال راح تحدد لي الاوقات والها. هاي عمليه التصوير بالكاميرات هي عمليه يعني تعطيك امكانيه لجمع داتا، لكن هي ايضا بيها مميز مثل ما قلنا هي الكوست افكتيف لها كلش عالي، تعتمد وتحتاج الى موافقات معينه. فاذا هنا نشوف انه الكترو تتحدد عندك بالبداية حتى تسوي إحصاء، أول مرة تحدد أنت يا طريقة اللي تستخدمها يدوية أو الميكانيكية أو الإلكترونية. هذه تعتمد على شنو؟ تعتمد على اليدوية أو الأوتوماتيكية. تعتمد على شنو؟ تعتمد على أنت حجم الداتا اللي راح تحتاجها. مثل ما قلنا إذا فترات عد صغيرة، أنت عندك ساعة البيك أور محددة وتريد تحسب الحجم المروري خلال ساعة البيك أور، أو تريد تحدد ساعة البيك أور، هاي ممكن يعني خلال ساعة ساعتين نحدد يعني ثلاثة يعني هاي ساعات معينة من اليوم، ممكن أن تستخدم الطريقة اليدوية. إذا كان عندك لا أنت تريد فترات عد كبيرة مدة 24 ساعة خلال اليوم، مدة أسبوع، مدة شهر، مدة، هذه راح تستخدم أما أنبوب الضغط الهوائي أو في الفيديو تاب. طبعا هنا بالأنبوب الضغط الهوائي إذا أنت ما تحتاج إلى تصنيف المركبات ممكن أن تستخدمه، لكن إذا تحتاج إلى تصنيف المركبات لازم تلجأ إلى طريقة الفيديو تاب. الطريقة الأوتوماتيكية مثل ما قلنا الخطوات أو الاستياب بيها هي مختلفة عن الطريقة اليدوية. شنو الاختلاف اللي بيها؟ انه انت بالبداية حتى تجي تقدر تنصب هاي الاجهزة او تعتمدها لازم انه انت عندك فد كوردينيت مع اول مرة تاخذ موافقات يعني، وتسوي فد كوردينيت او اتصال مع الجهات المسؤولة في هذه الطرق. يعني مثلا انت عندك منو؟ عندك مديرية مرور، عندك بلدية، عندك محافظة، هاي كلها لازم تستحصل موافقاتها حتى شنو تنصب الأجهزة، أو إنه أنت مثلا إذا كاميرات حتى تاخذ هذه الكاميرات المنصوبة وتاخذ الداتا الخاصة بها. حتى تجي تعتمد طريقة طريقة الأنبوب الهوائي هذه راح تحتاج إلى عملية معايرة مع حتى تتأكد إنه هاي الأجهزة جاي تعمل بصورة صحيحة. يعني شلون تعمل بصورة صحيحة؟ ممكن إنه هذا أنبوب الضغط الهوائي أما يسجل المركبة اللي جاي تمر أكثر من مرة، أو إنه ممكن إنه يعبر مركبات. هنا شلون راح تصير عملية المعايرة؟ إنه أنت راح تعتمد لفترة صغيرة موجود انبوب الضغط الهوائي وموجود وانت توقف كملاحظ، وعندك ساعه توقيت وتضبط التوقيت مع هذا الانبوب المضغوط وتجي تسجل المركبات لهاي فتره عد صغيره، بعدين تشوف هذا الانبوب الهوائي مسجل عدد مركبات بقدر المركبات اللي سجلتها. اذا اوكي هو مسجلها صح معناها وجاي يشتغل صحيح، او تبدي تستمر تشيك شنو الخلل الموجود بيه الى ان يصير عمليه مطابقه تطابق بين النتائج اللي حصلت عليها والنتائج اللي حصل عليها الأنبوب الضغط الهوائي حتى تعتمده. إضافة إلى ذلك بما أنه إحنا عندنا هذا أنبوب الضغط الهوائي موجود بالطريق وعندنا مسجل، هذه لازم تكون موضوعة بمكان محمي من السرقة أو من العبث فيها. ورا ما تحصل هاي الداتا اللي حصلتها تبدي تدقق الداتا وتبدي تسترجع الأجهزة اللي نصبتها. هذا هو الجزء الخاص المتبقي من محاضرتنا السابقة، ونتأمل انه تكون هاي يعني محاضرة وافية ولموضوع الفوليوم، لان احنا ان شاء الله ندخل بالمحاضرة الجاية في موضوع السبيد. وشكرا لإصغائكم.